شهد اسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة مساء اليوم الحفل الختامي للدورة السادسة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي التي حملت عنوان التحدي، ذلك في أوبرا دبي. بدأت مراسم الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات، تلاه كلمة ترحيبية لسعادة علي خليفة بن ثالث أمين عام الجائزة. شكر خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على رعايته الكريمة للجائزة، وأكد سعادة آل خليفة بن ثالث أن الدورة السادسة ارتقت بالجائزة لتخطي حاجز 250,000 صورة مشاركة منذ التأسيس، معبرا عن سعادته باستقطاب محور ملف مصور هذا العام 33,950,000 صورة، كما كشف عن مشروع إنساني سنوي قادم للجائزة تحت عنوان لك، ستعلن تفاصيله قريبا، وذلك التزاما من الجائزة بتوجيهات سمو راعي الجائزة لمواكبة فعاليات عام الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة. ثم كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة الفائزين بالجوائز الخاصة، حيث نال لقب الجائزة التقديرية المصور الأمريكي إليوت إيروت. أما جائزة البحث التقرير الفوتوغرافي المميز فقد منحت لمؤسسة بت الزبير من سلطنة عمان، وهي مؤسسة ثقافية بدأت بمتحف خاص عام 1998. وكرم معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة الفائزين في محور ملف مصور، حيث جاء الإيطالي جوفاني شيدرونيلا في المركز الأول. معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية كرم الفائزين في محور التلاعب الرقمي، حيث جاءت في المركز الأول شهرزاد أكرمي من إيران. وكرم سعادة السيد محمد النابود المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة الفائزين في المحور العام الملون، حيث فاز بالمركز الأول جوسيبي بونالي من إيطاليا.